أعزائي المشاهدين، نستكمل معكم نشرتنا الجوية. الأجواء المتوقعة أو الحالية في مدينة الكويت، أجواء لا زالت غائمة وهناك هطول لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق. رياح شمالية شرقية سرعتها الحالية في مدينة الكويت حول 26 كيلومتر في الساعة. أيضا درجة الحرارة حول 27 درجة مئوية. الرطوبة النسبية حول 51% والرؤية الأفقية 8 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب الكثيف على دولة الكويت وكذلك على أغلب المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية. حاليا دولة الكويت وأغلب المناطق في شبه الجزيرة العربية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي اللي مأثر علينا برياح جنوبية شرقية متوقع نشاطها من حين إلى آخر، وقد تصل سرعة الرياح أحيانا إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بتشكلات لبعض السحب وأيضا المطيرة اللي أيضا تتفاوت كمياتها ما بين الخفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء راح تستمر غائمة مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية من حين إلى آخر، وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان. أيضا أجواء غائمة وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق. هذه الأجواء أيضا راح تستمر معنا حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد. نشاط في الرياح الشمالية الشرقية إلى جنوبية شرقية على بعض المناطق مع أجواء غائمة وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة على أغلب المناطق خاصة المناطق الغربية في الشقاية والسالمي، متوقع أنها راح تتفاوت فيها كميات الأمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق. أما في منتصف يوم الغد أيضا راح نلاحظ نشاط الرياح الجنوبية الشرقية راح يكون أكثر، متوقع تصل سرعة الرياح ما بين 20 إلى 60 كيلومتر في الساعة، تتسبب بإثارة بعض الأتربة والغبار على بعض المناطق، وأيضا راح تتسبب ارتفاع الأمواج اللي قد تتجاوز أحيانا السبع أقدام، لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء. وأيضا محبين الأنشطة البحرية نتمنى منكم الابتعاد عن ممارسة أي نشاط بحري خلال هذه الفترة لسلامتكم. أيضا الأجواء البحرية خلال يوم الغد ما ننصح فيها، البحر راح يكون معتدل إلى عالي الموج خاصة مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية قد يصل أحيانا ما بين 3 إلى 7 أقدام، ولازم لا في فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماء قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير راح يكون الساعة 4:37، شروق الشمس الساعة 5:57، وموعد أذان المغرب الساعة 5:07. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، متوقع أن الأجواء الغائمة إلى غائمة جزئيا راح تستمر معنا في يوم الأحد والأثنين، وفرص الأمطار أيضا واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق. نشاط الرياح مستمر معنا، متوقع تصل سرعتها في يوم الأحد والأثنين ما بين 25 إلى 60 كيلومتر في الساعة، حالة من عدم الاستقرار قد تمر فيها البلاد وتستمر حتى نهاية يوم الأثنين، لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام ومتابعة نشراتنا الجوية باستمرار. يوم الثلاثاء راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية شرقية، أيضا راح تتراجع سرعتها ومتوقع تصل ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، وأيضا فرص لتشكل بعض الضباب الخفيف اللي راح يصاحب تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية. يوم الأربعاء والخميس بإذن الله راح تستقر الأجواء مع تراجع سرعة الرياح الشمالية الشرقية، متوقع تصل بوجعة ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وأجواء راح تكون بإذن الله مشمسة معظم الوقت ولطيفة وترجع مناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية. العظمى المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة متوقع تصل ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية، أما الصغرى ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، خلال هذه الأيام ومع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر وأيضا متابعة نشراتنا الجوية باستمرار. ولمزيد من التفاصيل حول الطقس تقدرون تنزلون تطبيق كويت مت التابع لإدارة الأرصاد الجوية، ونتمنى منكم أيضا ولسلامتكم عدم تداول أي رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من مصدرها. تنتهي جولتنا الجوية ونعود بكم إلى الاستديو وزملاء حنان كمال وصالح الشمالي، لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.